أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله كشف الدجى حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا فرضا من الله في القرآن أنزله: كفاكم من عظيم الشان أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. أديم الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي محمد. أذني لسمع الذكر مصغية يا صاح فارفعها عن الهذار، لا شيء يسعدها حقا ويطربها إلا الصلاة على سيد البشرين. محمد للسنن باسم سماه
ربيبات الشرف بالعز سماها الرسل أقمار والهادي سماها وتدور بمحور نجوم الثريا مولاي أنا في الورى عبد لعترة أحمد أدعو إليهم باللسان وباليد وأجيب إن سألوني من ذا أقتدي أنا تابع لأولي العلا والسؤدد فهم ملاذي في الحياة ومسندي غذتني أمي حبهم وأنا صبي وهوايا آل البيت علمني أبي فعرفت أن الحق في آل النبي يا من أتاني سائلا عن مذهبي أهوى لمذهب آل بيت محمد أبناء فاطمة روح القدس عبدكم وثابت حول عرش الله اسمكم أقول والقلب لا يهديه غيركم يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله المصطفى خير خلق الله جدكم والمرتضى والد والطهر أمكم وبعد ذكر إله الكون ذكركم كفاكم من عظيم الشان أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة لهم إليكم كل من قابت تأول
إذا ما قيل جدكم الرسول كفاكم من مديح الخلق طراً مقال الناس أمكم البتول وإنكم لآل الله حقا ومنكم ذو الأمانة جبرائيل فلا يبقى لمادحكم كلام إذا تم الكلام فما يقولون الثاني على حب الإمام الصادق سلام الله عليه لتفريج الهموم وكشف الكروب والإفراج عن المساجين لا سيما الشيخ علي سلمان حفظه الله وشفاء المرضى وقضاء الحوائج الثالثة بأعلى أصواتكم روي عن مالك بن أنس أنه قال اختلفت زمانا على جعفر بن محمد فما رأيته إلا على إحدى ثلاث إما قائما وإما صائما وإما ذاكرا لله هذه الرواية التي تروى عن مالك بن أنس إمام المذهب المالكي من الذين اختلفوا على الإمام يعني حضروا عنده واستفادوا من درسه وتشرفوا بمجالسته ورؤيا محياه اختلفت عليه زمانا يعني ذهابا وإيابا عند حضرة هذا الإمام العظيم ويقول ما رأيته إلا على إحدى ثلاث كأنما يوصل رسالة للمجتمع هذه الرسالة عن حالة الإمام العبادية لأنها تنصب في هذا الجانب وكأن الذي يتردد على هذا الإمام العظيم يرى هذه الأمور واضحة جلية إما قائماً للصلاة وإما صائماً حالة من الحالات العبادية وإما ذاكرة في رواية أخرى الفرق ما بين كتاب الإمام الصادق سلام الله عليه والواقع المعاش الشيخ عبد الحسين القزويني وما بين ما ذكره الشيخ محمد علي الدخيل في كتابه أئمتنا الأمر الثالث وإما قارئا للقرآن ولو وقفنا على ذاكرا أو قارئا للقرآن كلاهما واحد
لأن قراءة القرآن مصداق من مصاديق الذكر، والذكر تارة لفظي وتارة قلبي. حينما يبقى القلب متعلق بالله جل وعلا لا يغفل عنه لحظة فهو ذكر. ومن مصاديق الذكر الدعاء، ومن مصاديق الذكر القرآن، ومن مصاديق الذكر الصلاة، ومن مصاديق الذكر كلمات يتفوه بها الإنسان وهي من الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني أن الإمام لا ينفك عن ذكر الله، هذا إن قلنا اللفظ، وهو لا ينفك ولا يغفل عن ذكر الله لحظة واحدة، لأن القلب متعلق بالله جل وعلا إلى درجة يقول مالك ابن أنس: وإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اختلفت ألوان الإمام، وهو دليل على شدة احترام هذا الإمام العظيم للصادق الأمين وهو النبي محمد. ومن مصاديق عبادته ما رآه البعض من أصحاب الإمام في سجوده الطويل تعليقا عنهم، ذاك يقول: سبحت 300 مرة وأكثر، عندها رفع الإمام رأسه، ذاك يقول: انتظرته طويلا، وغيرها من الروايات التي تظهر لنا الحالة العبادية. ومن أجل مصاديقها يقول مالك ابن أنس: خرجت معه حاجا وهو لا يفتأ عن ذكر الله في طريقه، وسوى كيف يفتأ عن ذكر الله وهو الراوي عن أبيه الإمام الباقر سلام الله عليه. يقول: إن أبي الباقر كان كثير الذكر، إنه ليخرج إلى الأسواق لا يشغله ذلك عن ذكر الله، إنه ليجلس على الطعام ويأكل الطعام ولا يشغله ذلك عن ذكر الله، وإنه ليجالس أصحابه يحدثهم لا يشغله ذلك عن ذكر الله. قال: ما نظرت إليه وقد التصق لسانه بحنكه وهو يقول لا إله إلا الله. مصداق من مصاديق الذكر. شاهدنا الإمام الصادق كآبائه في العبادة، يقول: حتى إذا وردنا إلى عقد الإحرام وعلى الإمام على دابته كلما هم بالتلبية. الإمام انتهى من مقدمات الإحرام ثم صعد على دابته بعد عقد نية الإحرام وأراد التلبية. يقول مالك ابن أنس: كلما هم بالتلبية اختنق بعبرته وكاد أن يسقط عن راحلته. قلت: يا ابن رسول الله، ولا بد لك من ذلك. قال: بلى أعلم ذلك، ولكني أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك فيأتيني الندى لا لبيك ولا سعديك. الإمام يريد أن يلفت انتباهنا إلى هذه العبادة العظيمة التي يعطي فيها الإنسان قياده لله جل وعلا
حينما يقول لبيك اللهم لبيك، يعني أنا مستعد لأن أعمل بأوامرك وأن أقف عند نواهيك. فهل هو في قدرة على ذلك؟ فيأتيه النداء لبيك، وإن كان كلاما فارغا وعنده استعداد لاقتراف المعاصي مع التلبس بالإحرام، فها هنا الإمام يقول أخشى أن يأتي النداء لا لبيك ولا سعدك. أخي هذا جانب من جوانب عظمة هذا الإمام، وهو الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، من نحن نحتفي هذه الليلة بميلاده، وميلاده هو يوم ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك جوانب عدة في حياة هذا الإمام تنبئ عن عظمة هذا الإمام. لو وقفنا على ما يشير إليه العلماء من قاعدة التسليم والرضا بقضاء الله وقدره لرأيت عجبا. حينما يسلط الإنسان الأضواء على حياة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يرى أن هذا الإمام قد فقد عدة من أبنائه من أكبرهم إلى أصغرهم، فقد عد من أبنائه، ويقف الإنسان على كلمات الرضا والتسليم ليقف على عظمة إمام. يقول أحد الكتاب مدرسة يسير عليها الإنسان هو جامع الإمام. فقد أكبر أبنائه إسماعيل، وإسماعيل كان طاقة إيمانية كبرى، إسماعيل اعتقد فيه شطر من الناس أنه الإمام بعد الإمام الصادق. فرقة الإسماعيلية لا زالت موجودة، وهذه الشخصية العظيمة التي كان لها إيمان عظيم، كان الإمام في يوم يعد المائدة واستقبال الناس، فجاءه خبر موت هذا الرجل العظيم إسماعيل بن الإمام الصادق. قبره كان بالسابق في أوائل البقيع مما يلي الطريق العام، بالتوسعة حفروا القبر كما ينقل، ووجدوا الجسد غضا طريا فنقل إلى داخل البقيع، ولا تبقى إلا أجساد أهل الإيمان المحض، لا تبلى أجسادهم ولا يأكل التراب أجسادهم. لما ورده فقد هذا الولد، يقول الرواة انفتحت أسارير الإمام، ثم دعا بالطعام ودعا الناس إلى الطعام في حالة استغرب منها جلاش الإمام، فسألوه يا ابن رسول الله أصبت في مثل هذا الولد ولا نرى عليك آثار التغير؟ قال ولم لا تروني كما تروني وقد وردني وإياكم عن أصدق الصادقين أني ميت وإياكم، إنك ميت وإنهم. قاعدة القرآنية التي خاطبت الرسول صلى الله عليه وآله، يقول ما دام الأمر إلى الموت لما لا تروني في هذه الحالة؟ أحدهم الأعشى يقول الإمام كان يمشي بين يديه طفل صغير، فغص الطفل فمات، فعلت الصرخة عند النساء
تعرف نساء أموت، فأقسم عليهم أن لا يرفعوا أصواتهم بالبكاء وأن يلزموا الصمت. والإمام يقول: لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت. شوف الكلمات الرائعة، إمام أمر بتجهيزه ثم أنزله في قبره وقال: بني وسع الله ضريحك وجمع بينك وبين نبيك المصطفى صلى الله عليه وآله، ثم قال كلمة رائعة أمام من حضر دارس من الإمام: الحمد لله الذي يقتل أولادنا فلا نزداد فيه إلا حبا. سألوه حينما حضروا عنده وله طفل مريض، أي مقطع ثالث من مقاطع فقد هذا الإمام لأبنائه، عنده طفل، عنده ولد مريض، الإمام تارة يدخل إلى الدار وتارة يخرج من دار الصبي، ينظر إلى السماء، يرفع كفيه، الإمام في حالة، رأوا الإمام حالة من الاضطراب، حالة من الاهتمام، حالة من التفاعل مع مرض الولد. دخل الإمام إلى الدار، وقعت الصيحة، خرج الإمام على غير ما دخل، يعني منفتح الأسامي. قالوا: يا ابن رسول الله، أمن كون هذه الصيحة؟ قال: بلى. قال: إنا خفنا إن وقع أمر على هذا الولد أن نرى فيك ما نكره. قال: ولم؟ إنا نسأل الله ما نحب في من نحب فيعطينا، فإذا أحب ما نكره في من نحب سلمنا. هكذا يا ابن رسول الله؟ قال: بلى، نحن قوم نجزع قبل المصاب، فإذا وقع أمر الله سلمنا. هاي القاعدة. سفيان الثوري يدخل على الإمام، يشوف الإمام حزين، يقول له: يا ابن رسول الله، ما لي أراك حزينا؟ لموت الطفل، طفل صغير محمول بيد جارية سقط على عتبات السلم فمات. قال: لموت الصبي الطفل؟ قال: لا، إني نهيت الجواري أن يصعدن على أسطح المنازل وأنا صاعد على السلم هي نازلة. وتعرف نهي الإمام المعصوم لما رأت الإمام ارتبكت، سقط الطفل من يدها مات. يقول له: يا سفيان، والله ما بكائي لموت الطفل، وإنما لما أدخلته من الرعب على قلب هذه الجارية، وقد قلت لها: أنت حرة لوجه الله. في هذا الجانب الإمام يعطينا درس في التسليم لقضاء الله جل وعلا، ودرس من دروس تواضع هذا الإمام، فهو على خطى آبائه. يعلمون الناس كيف ينزلون إلى مستوى الناس ولا يتعلون أو يترفعون أو يستكبرون على الناس. إذا ورد إلى مجلس كان كأحدهم لا يتخطى الرقام، وإنما يجلس حينما ينتهي المجلس به. من آيات تواضعه يوما خرج لتعزية أحد أقاربه، في الطريق انقطع شسع نعل نفسه،
فانحنى عليه شافه ما يستوي ضمه تحت إبطه وتوجه حافي القدمين. فلما رأى ابن يعفور ذلك خلع شسع نفسه وقدمه للإمام، فنظر إليه الإمام نظر غاضب ثم أشاح بوجهه عنه. قال صاحب المصيبة أولى بالصبر عليها، أمسك عليك شسعك. ثم توجه الإمام إلى حيث تلك الدار فعزى صاحبها بفقيده وعاد الإمام. بل من آياته أنه أرسل خادما في أمر فأبطأ فتبعه، رآه نائم تحت ظل شجرة فجلس الإمام يروح عليه إلى أن أفاق. قال يا هذا لا ينبغي لك ذلك، لنا منك النهار ولك منا الليل، أما أن تجمع الليل والنهار نوما فليس لك ذلك. ما زاد على هذا الأمر. كان الإمام من دروسه آية من آيات التكافل الاجتماعي. احنا نعرف أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لا يتركون أداء دورهم الشرعي مع إبعادهم عن دورهم السياسي، هذه قاعدة ينبغي أن تبقى في ذهني وذهنك، أن الإمام وإن أبعد عن أداء دوره السياسي، يعني ما انطوه الإمامة السياسية، زوي كما زوي آباؤه، إلا أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يمارسون دورهم الشرعي، ومن تلك الأدوار الدور التكافلي. هسه صحيح هذا أمر على السلطة الحاكمة أينما كانت أن تلبي رغبات شعبها، فلا تترك بطنا جائعا ولا جسدا عاريا ولا مريضا بلا علاج. ولكن الإمام لا يرى أن ذلك يخلو عن مسؤوليته، فهو كآبائه إذا جنه الليل وضع الجراب على ظهره يمر على بيوت الفقراء والمساكين. أكو قاعدة عند الإمام الصادق سلام الله عليه كان يدرسها لأصحابه ويقول إن العطاء معروف ومكافأة، وخير العطاء المعروف. لماذا يا ابن رسول الله؟ قال لأن المعروف العطاء ابتداء والمكافأة بعد أن يبذل ماء الوجه. يقول والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالرسالة حينما يبذل السائل ماء وجهه في السؤال ثم تكافئه وتظن أن لك الفضل عليه، يقول لا والله ما بذله من ماء وجهه أعظم مما أعطيته. يصور أن الإمام يقول إنه ليسهر ليلة وهو مضطرب يفكر في من يقصد، ثم يختارك أنت بنفسك ويأتي إليك وقلبه يجب جبا مثل الماء الذي يغلي على النار في حال اضطراب، أيرجع بالخيبة أم بالعطاء؟ هذا السائل الحقيقي يقول ينزل ماء وجهه أو ينزل دمه إلى أسفل وجهه. شوف حاله الحقيقي السائل، شوف حاله. ورد سائل سيضرب الإمام لنا مثال، كان في عرفة، كان في منى وقد وضعوا الطعام، فجاء سائل الإمام أعطاه عنقود من العنب، بس السائل ما إلي حق اشترط إلا أريد المبلغ الفلاني، يو أريد طعام، يو أريد بالدولار، يو أريد بالدينار، يو أريد كذا، يحدد العملة يحدد العطاء.
أنت سائل والمسؤول هو وكرم. لما الإمام انطى عنقود العناب لم يبين عليه سائل حقيقي. تصور عطاء إمام بركة يعني. أرجع العنقود على الإمام قال لو كان درهم للإمام يسع الله عليك يعني روح. الإمام عنده لو ما عنده الإمام عنده سيدي يبين للمجتمع شنو السائل وشنو المعطي. راح ما حصل إشي رجع إلى الإمام قال ادفع إلينا العنقود قال الإمام يسع الله عليك روح يعني. ما انطى الإمام استغرب من حضر عند الإمام. الإمام ما يرد سائل إلا لأمر المهم. شنو الأمر المهم؟ يقول لما انصرف هذا السائل جاء سائل ثاني سأل الإمام فأعطاه ثلاث حبات. شو ذاك السائل انطى عنقود هذا انطى ثلاث حبات. تناول هذه الثلاث حبات وقال الحمد لله الذي أطعمني. الإمام قال لي مكانك فملأ كفيه عنبا ودفعها. قال الحمد لله الذي أطعمني. قال لي مكانك ماذا عندك يا غلام؟ نحو من 20 درهم. أعطاها إياه قال الحمد لله الذي أطعمني ورزقني. قال الإمام مكانك فخلع قميصه وأعطاه إياه قال الحمد لله الذي أطعمني ورزقني وكساني جزيت خيرا يا ابن رسول الله. يقول الراوي والله لو لم يوجه لأن من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. وهذا درس الإمام. درس الإمام ما يريد مادح سيدي يعلم المجتمع هذا اللي ينطيك يكون توجه له بالشكر لأن شكرك إليه هو شكر إلى الله جل وعلا. إمام الحسن سلام الله عليه يقول عودني الله عاد وعودت الناس عاد عودني أن يفيض نعمه علي فأفيض نعمه على الناس فأخشى إن أمسكت أن يمسك. فأنت واقعا تشكر الله جل وعلا. فلو لم يقل ذلك للا زال الإمام يعطيه ويخلع عليه. وأما في الجانب السياسي فهو مدرسة. 3 دقائق انطيني إن شاء الله أختم وياك أطلت عليك. وأكعن هو يوم واحد يأتي لهذا الإمام العظيم. وجزيتم خيرا أن خصصتم يوما للإمام الصادق وإلا إذا دمج مع رسول الله صلى الله عليه وآله فإن الوقت يستغرق لرسول الله صلى الله عليه وآله. وعادة ما لا تجد ذكرا للإمام الصادق. إن شاء الله مذخور لكم هذا الأمر في سجل حسناتكم مع الإمام الصادق سلام الله عليه. في الجانب السياسي الإمام عاصر ما بين دولتين اضمحلال الدولة الأموية وبزوغ شمس الدولة العباسية. وقد نال هذا الإمام خصوصا من المنصور ما نال. وكم من مرة أحضر للقاتل وينجيه الله ببركة الدعاء والالتجاء إلى الله جل وعلا. لكن ما وجدنا الإمام استكان ولا تذلل لهذا الطاغية. يوما يقول له لما لا تغشانا كما يغشانا الناس. ستعرف الملوك عدم يوم واحد يخلون للسلام والأعيان اللي يجون تقبيل الأيدي والجباه والأكتف كما ترى. إلا لماذا لما لا تغشانا كما يغشانا الناس؟ قال الإمام ليس لنا من أمر الدنيا ما نخاف عليه منك وليس عندك من أمر الآخرة ما نرجوك له ولا نراك في نعمة فنهنيك ولا تراها عليك نقمة فنعزيك. الفرق هذا وجهك يعني العكس هو الصحيح. نراك في نقمة وأنت لا تراها نقمة وأنت ترى نفسك في نعمة ونحن لا نراها نعمة فما نصنع عندك؟ يقول إذا تباينت الأفكار ماذا نصنع عندك؟ قال لك أصحابنا لتنصحنا خشمرة. قال من أراد الآخرة لا يصحبك
ومن أراد الدنيا لا ينصحك. سيدي يقول لك اتق الله ما تنطش، تقول لي كلامك عدل وفعلك عدل تحصل الدنيا. ومن يريد الآخرة ليس عندهم آخرة، يعني اصحب من إذا صحبته ذكرك الله جل وعلا. موجود عند المنصور أمثاله؟ ما موجودة. في يوم من الأيام دخل علي الإمام وهو متأذن من الذباب، لما شاف الإمام الصادق قال يا ابن رسول الله لما خلق الله الذباب؟ ليش الله خلقهم هذا؟ ليذل بهم الجبابرة. في يوم من الأيام قال الإمام كف عما أنت عليه وإلا عرضتك على الله في كل صلاة، اعلم أنه ما اعترضنا معترض في دمنا إلا وكان ذلك إذانا لزوال ملكه. كل شيء إلا الدماء، دماء تزيل الملك تهلك الظالم. إذن هذا من ننتمي إليه غير الباب العلمي فهو باب يحتاج إلى مجلس مستقل، فالإمام عظيم في جوانبه، ونحن في مثل هذه الليلة نحتفي بذكرى ميلاده ونرفع أسمى آيات التهاني إلى صاحب العصر والزمان بذكر هذا الإمام العظيم، ونسأل الله جل وعلا بهذا الإمام وبصاحب العصر والزمان ألا يدع لنا مريضا ولا جريحا إلا شافاه الله ببركتيهما، بركة أهل البيت، ولا سجين ولا مكروب ولا أسير إلا وفرج الله عنهم، ولا ميت إلا ورحمه الله بمحمد وآل محمد، ولا صاحب حاجة سواء كانت للزواج أو للولد أو للديون وغيرها من الهموم والكروب إلا وفرجها الله بحق هذا الإمام العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد صلى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد، وتزوج الإمام الباقر سلام الله عليه ابن النبي محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد من امرأة اسمها أم فروة وهي فاطمة ابنة القاسم ابنة محمد ابن أبي بكر من رباه أمير المؤمنين أخو النبي محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد، وشاء الله لهذه المرأة أن تكون حاضنة لنطفة هذا الإمام العظيم أبو عبد الله الإمام الصادق ابن الإمام الباقر ابن الإمام السجاد ابن الإمام الحسين ابن أمير المؤمنين ابن فاطمة ابن النبي محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد، حملت به حملا خفيفا ولم تجد ألما ولا وجعا، بل كانت تسمع التسبيح والتقديس وهو جنين في بطنها تعد الليالي والأيام إلى أن قربت ساعة الولادة، فأرسلت إلى بعض نساء بني هاشم
يأتين إليها يلين منها ما تلي النساء من النساء حضرنا عندها في نفس ليلة ميلاد رسول الله 17 من شهر ربيع الأول في سنة 83 أدرنا عليها كالحلق إلى قرب الفجر بينما هم كذلك إذ بها وضعت بالإمام الصادق أفضل الله يعود الجميع إن شاء الله على أمثال هذه الليالي والأيام ونحن في أحسن حال من هذا الحال لتفريج الكربات والهموم بشارة أريد أحكي بصراحة بشارة ويموت الحاقد الحاسد بشارة أريد أنطيكم الليلة بشارة الصادق مولده يا الجعفرية بشراك بشراك اش ما يرمي علينا الدهر بشراك حاش نروح صوب المشاو بشراك الوالينا نصد ونصيح بشراك بنور اللي بزغ فيها المسيح وسلم يا من صلى الجليل عليه وسلم قلب طاك الحب وسلم يهنى الودك الحبك وسلم نقل اليوم خل نفرح سويا وصل هن يا للوصل بيت الله وصل وطاف بكعبته وانحار وصل وزار المصطفى وبنته وصل عليه عترته آل الزكية ربيعان ربيعان باسمك أبتهل وادعي ربيعان وربت روحي على نورك ربيعان ربيع أول بميلادك ربيعان والرسمة الفرحة بكل محيا يا ربي صل وسلم على الحبيب محمد.
يا ربي صل وسلم على الحبيب محمد. يا ربي صل بعد مرة يا ربي صل وسلم على الحن يا ربي عشلان فرحة يغمر العالم شذاها فرحة للهادي والصادق نالت الزهرة مناها فرحة المسلم عظيمة والمحب أعظم يراها شرا في العالم وجوده الله صارت الدنيا سعيدة الله والفرح ينثر وروده والفرح ينثر وروده أنواره أنواره تسطع هالليلة أنواره تسطع أنواره غنى الوجود ونادى والكل بالحب أنشد يا ربي صل يا ربي صل مولد الصادق سعادة عمت الأكوان كلها غطت الأرض الوسيعة من سهلها ومن جبلها وازدهت أرض المدينة وغنت الحور وأهلها مولدا ومولد محمد هل الأجل طير الفرح غرد هل والتهان الليلة تصعد والتهان الليلة تصعد فرحان الليلة بميلاده فرحان الليلة فرحان فرحان هذا حبيب القلوب ابن النبي محمد يا ربي صل محمد يا ربي بالمولد أفراح جوابك هلا والله هلا صادق قمر لاح هلا والله هلا بالمولد أفراح هلا والله صادق قمر لاح بالمولد أفراح صادق قمر لاح هالليلة بالفرح دنيانا فرحانة نحيي هالحفل والحور ويانا زينة معلقة ومزدانة دنيانا لأجل هالحفل ونقيم الأفراح هلا صدق قمر لاح بالمولد أفراح صدق قمر لاح
ليلة مولد الصادق فرح وسرور، دنيانا متنورة بهالليلة يا المبرور، حفت بمهدك الأملاك ويا الحور، هلوا بالفرح يوم البدر لاح، هل صادق قمر لاح بالمولد أفراح، صادق قمر لاح، نبارك للنبي هالليلة والعترة، نبارك للوصي والبيضعة الزهرة، وللحجة نبارك صاحب البشرة، انهض يا الولي ونقيم الأفراح، هلا صادق قمر لاح بالمولد أفراح، صادق قمر لاح. على الطور القديم اللي تعودنا عليه، رحمة الله على الناصري رحمة الأبرار وصاحب الفضل في هذا الباب، هالليلة الفرح معقود الاثنين، محبوب الملايين حق الصادق وخير النبيين محبوب الملايين، هالليلة الفرح معقود الاثنين محبوب حق الصادق وخير النبيين محبوب، نحيي هالليلة المحمد صادق الأمة الأمين، وجعفر الصادق مسدد من إله العالمين، نحيي هالليلة ونبارك حق جميع المسلمين، نحيي هالليلة الجميلة الله والمحب قلبه دليله، هنو البضعة الجليلة، هنو البضعة الجليلة، مشهودة مشهودة ليلة ميلاده، مشهودة مشهود مشهود ليلة مولد الهادي ونعم محبوب، والصادق بعد نور المسلمين ليت نجينا المدينة ونحتفل عندك محمد، وابنك الصادق نذكره بهالحفل هذا، مؤكد جينا بالجلوات نصدع باللحن والطير غرد، مولد الهادي نبينا وجعفر الصادق ولينا، والفرح خيام علينا، والفرح خيام علينا، مبروك مبروك ليلة ميلاده، مبروك 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 ليلة بالفرح عامة الطيبين محبوب، حق الصادق وسيد المسلمين ماح، هذا اختاره الباري بعالم الذر يوم ناد، وجعفر الصادق إمامي نال من حب السعادة، وفضل أهل البيت واضح خصهم البار العبادة،
خصهم الباري ولينا الله نعمة الباري علينا بهالسبب احنا اهتدينا بهالسبب احنا اهتدينا محلاها محلاها ليلة ميلادة محلاها 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 يا الله بالفرح هنو المحبين مح معقود الفرح هالليلة الاثنين مح حق الصادق خير النبيين أفضل الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أما يجيب مضطر إذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اكشف السوء والبلوى عنا وعن جميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات اللهم من على مرضانا وجرحانا بالشفاء العاجل يا كريم اللهم انفك كل أسير وفرج عن المكروبين والمسجونين يا الله لا سيما الشيخ علي من عليه بالفرج مع جميع المؤمنين والمؤمنات اللهم اقض دين كل مدين اقض حاجة كل محتاج أيد العلماء العاملين الربانيين وفرج عنا وعنهم يا كريم إخواني الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاجتماع فضهم اللهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم وإلى أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمؤسسين والشهداء رحم الله من يهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.